بصوا، خلينا متفقين ان المعلومات اللي موجودة عن البروتين كتير جدا جدا وممكن تاخدها من كذا زاوية، تمام؟ بس انا هحاول بقدر الامكان اقول لكم اغلب المعلومات المفيدة اللي ممكن تحتاجوها في الفيديو ده، ما عدا معلومتين بس مش هقولهم في الفيديو ده، هخليهم في فيديوهات تانية. هقول لكم المعلومتين دول في اخر الفيديو ان شاء الله. خلينا دلوقتي نتكلم عن النقط الاساسية اللي هنتكلم عليها في الفيديو ده. هنتكلم عن البروتين وانواعه، هنتكلم ازاي تستعمل البروتين علشان تخس وتنزل من وزنك. النقطة الثالثة والأخيرة هنتكلم عن الخرافات والأساطير حوالين البروتين، تمام؟ يلا بينا نخش في الموضوع على طول. أنواع البروتين، خلينا كده نتكلم في الأول جينيريكلي كده عن البروتين باودر، تمام؟ البروتين باودر مقسوم نوعين، نوع البلانت بيزد اللي هو جاي عن طريق النباتات، ونوع الأنيمال بيزد اللي هو جاي عن طريق الحيوانات. البلان بيز انا مش هتكلم عنه في الفيديو بتاع النهارده خالص، انا هتكلم عن الانيمال بيز بحكم ان هو الاكثر شيوعا واكثر الناس بتستخدمه. طيب هبدأ الانيمال بيز دي كده وتعالى نشوف هنتكلم عليه. هتلاقي في حاجه كده اسمها البايو افيليبيليتي اندكس، دي كده اندكس او قائمه بتحدد سرعه امتصاص البروتينات في جسم البشر او في جسم البني ادمين. هتلاقي نمبر 1 توب ريتد عليهم كده هو الواي بروتين. فاغلب الكلام النهارده هيكون عن الواي بروتين بحكم ان هو اللي واخد الصداره في البايو افيليبيليتي اندكس. يعني هل معنى الكلام ده ان مفيش اي بروتينات تانية موجوده انيمال بيز غير الواي بروتين؟ لا طبعا، في حاجات تانية موجوده، في الاك بروتين، وعلى فكره الاك بروتين ده من الحاجات الممتازه جدا جدا، وده برده هتلاقوه في الاندكس اللي موجوده، هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت عشان تبصوا عليها، واخد رانك عاليه في الامتصاص. في كمان البيف بروتين، بس البيف بروتين ده مش محبس وناس كتير ما بتحبش استخدامه لان هو ما بيبقاش جاي من البيف، هو بيبقى جاي من مخلفات اللحوم زي الايرز واللاجمنتس يعني جاي كده من المخلفات، بياخدوا مخلفات اللحوم بيطلعوا منها البروتين ده، تمام؟ فالبروتين ده بيبقى الجيلاتين فيه كتير، فطبعا بيبقى مش مفيد ومتعب في هضمه جدا. وان كان ان في بعض الناس بيقولوا ان البروتين ده علشان الجيلاتين فيه كتير ممكن يكون مفيد للمفاصل، بس المعلومة دي مش مؤكدة. تعالوا نتكلم عن أنواع الواي بروتين. الواي بروتين مقسوم لثلاث أنواع أساسية. النوع الأولاني اسمه الواي بروتين كونسنتريت، ده بيبقى من 60-70% منه بروتين، والباقي بيبقى عبارة عن فات وشوجر وفيلرز. فيلرز دي يعني ايه؟ يعني اي حاجة بيحطوها عشان يملوا الموضوع، يعني مثلا ممكن يحط مالتي فيتامين، ممكن يحط بي سي دبل اس، فيلرز بتبقى عبارة عن فيلرز. النوع الثاني بيبقى اسمه واي بروتين ايزوليت، وده بيبقى عباره عن 90% منه بروتين، وبتبقى نسبه الفات والشوجر فيه اقل، ونسبه الفيلرز اللي فيها اقل، ونسبه اللاكتوز اللي موجوده فيه اقل، فبيبقاش متعب ومرهق للمعده زي الواي بروتين كونسنتريت. النوع الثالث والاخير، تمام، هو اسمه الواي بروتين الهايدرو او الهايدرولايزد. ده بيبقى واي بروتين حاجه زي، فاكرين لما كلمتكم عن الكرياتين وقلت لكم في حاجه اسمها كرياتين مايكرونايز اللي هو بيبقى متكسر لذرات صغيره عشان يحسن من الامتصاص؟ هي نفس الفكره. الهيدرولايز ده بيقوي مجفف تماما ومعمول له مايكرونايزيشن، متصغر تماما علشان يسرع من سرعه الامتصاص في الجسم، تمام؟ طبعا غالي جدا، يعني مش عارف ممكن تبقى محتاجه ولا، لان الواي ايزوليت بالنسبه لي هو افضل حاجه. في نوع كمان من الواي بروتين اسمه الكازين بروتين. الكازين بروتين ده زي الواي بروتين بالظبط الموجود، بس الفرق ان امتصاصه ابطا من الواي بروتين العادي. يعني الواي بروتين ده واي او بروتين سريع الامتصاص، الكاسين ده بطيء الامتصاص. طبعا بيبقى مفيد في بعض الاحيان، يعني انت لو بتاخد مثلا جرعه بروتين قبل ما تنام بيبقى مفيد جدا، لو بتاخده في رمضان في ساعات الصيام الطويله ده بيبقى مفيد جدا، لانه يعني بيعمل ريليز للامينو اسيدز على مهله وبالراحه، فبيعمل ريبير للمصل وبيحافظ على الكتله العضليه الموجوده فتره طويله، لان هو بيمتص في الجسم ببطء، فهو بيبقى مفيد في بعض الاحيان في بعض الحالات. حاجه اقولها لكم كده على هامش الموضوع بتاع انواع البروتين، اللي هي نسبه البروتين او اخد من البروتين ده قد ايه. الموضوع ده لوحده كده كبير، لان الموضوع ما مش ثابت انا اخد من البروتين ده قد ايه، حسب هل انت مثلا عامل دايت، هل انت بتكت، هل انت بتبلك، هل انت ما بتتمرنش اصلا. فانا ما اقدرش اديك نسبه ثابته اقول لك دي النسبه المفيده بالنسبه لك، لان كل كيس بتختلف عن الكيس الثاني. بس النسبه العامه اللي انت ممكن تقدر تاخدها، يعني الارقام اللي انا بقول لكم دي ارقام عامه مش ارقام اللي هي البريسايس لكل كيس، كل كيس بتختلف، واللي بيقدر يحدد الكيس دي المدرب بتاعك او الدكتور بتاعك حسب كميه البروتين اللي انت المفروض تاخدها، تمام؟ انا بقولها لكم بمنتهى الوضوح، وده كمان ملوش علاقه باللي مكتوب على ظهر علبه الواي بروتين، ده ماركتنج صرف، ده ملوش اي علاقه. فالنسب اللي انا هقولها لكم دي نسب يعني تعتبر تقريبيه لكل الكيسز اللي انا قلت لكم عليها. يعني مثلا لو انت شخص مش بتتمرن، مش اللي هو شخص افريج بيرسون عادي، النسبه اللي ممكن تكون مناسبه ليك هي نسبه 0.8 جرام بير كيلو، يعني لكل كيلو في جسمك 0.8 جرام.
لو انت شخص بتتمرن معاك من 1.5 جرام لحد 2.2 جرامز، حسب بقى هل انت بتعمل كات، هل انت بتعمل بالك، حسب بقى الحاجات دي، مش هخش في تفاصيل الموضوع دي. طيب انا كده عرفت الجرعه وعرفت الانواع، اخد بقى البروتين ده امتى؟ اخده بقى بعد التمرين زي ما احنا متعودين، ولا اعمل ايه بالظبط؟ دي كانت نظريه موجوده زمان ان كان في حاجه اسمها انابوليك ويندو، ان انت بتاخد فيه الواي بروتين بعد التمرين على طول عشان تحقق اقصى استفاده منه عشان سرعه الامتصاص اللي فيه. التجارب والعلم اثبت ان الكلام ده مش حقيقي ومش موجود، وال1 اور انابوليك ويندو اللي بعد التمرين طلعت مش موجوده اصلا، وهسيب لكم الدراسه بتاعه الكلام ده موجوده في الديسكريبشن. طيب اخد البروتين ده امتى؟ خده وقت ما انت عايز، خده على مدار اليوم، لان انت بتكمل احتياج البروتين بتاعك في اليوم. عايز تكون انت مطمن خلاص، يبقى نعمل زي ما قلنا في الكرياتين، خده proximity to your training، يا اما قبل التريننج يا اما بعد التريننج. نيجي بقى للنقطة التانية، اخد البروتين ازاي علشان اخس، او هل ينفع اخد البروتين وانا بخسس؟ يعني شوف انت عايز تسميها ازاي. طيب احب بس هنا انوه عن فكرة ان انت ممكن تخس وتوصل لنتائج ممتازة من غير ما تاخد بروتين باودر، يعني هو مش شيء اساسي ان هو يخسسك، بس انت ممكن تستعمله وتحقق منه اقصى استفادة ان كيس ان انت بتخس عموما، او انت بتعمل كات، تمام، ان انت شخص رياضي وبتتمرن او بتعمل كات او بتنشف، او عايز توصل لنسبة دهون اللي هي اقل من 10% او 12-13%، ففي الحالة دي ممكن تبدأ تستعمل الواي بروتين لحاجة زي كده. طيب الكلام ده بيتحقق ازاي؟ الدراسات اثبتت ان انت ما بتكون عامل دايت، كل ما نسبة البروتين في الدايت ده بتكون عالية، كل ما بيبقى الجسم عنده قابلية ان هو يحافظ على مستوى العضلات اللي موجودة في الجسم. طيب هل معنى الكلام ده ان انت محتاج واي بروتين باودر، او محتاج باودر عموما؟ لا، مش معنى الكلام ده انت محتاج باودر، انت ممكن على فكرة تاكل اكل فيه بروتين دايركت، وده يكون احسن. بس بكلمك في بعض الكيسز، في ناس مثلا بيكون عندها شغل، في ناس بيبقى ما عندهاش وقت انها تحضر وجبات، في كيسز كتيرة بيبقوا محتاجين وجبة سريعة او حاجة تكون موفيبل معاه في اي وقت من الاوقات ان هو يفتحها وياخد البروتين عشان يكمل البروتين انتيك بتاعه لو هو عامل دايت او لو هو بيكت. يعني مثلا اديك اكزامبل، انا في واحد صديقي وكلاينت عندي ده دكتور اسنان، ده اغلب اليوم واقف في شغله في العيادة بتاعته، فده بالنسبة له مثلا البروتين باودر دي كيس ممتازة، لان هي بتبقى بالنسبة له عبارة عن ميل ريبليسمنت، طبعا زائد الميلز بتاعته اللي بياكلها في البريكس بتاعته، بياكلها قبل ما ينزل وبعد ما بيرجع البيت. بس في الجزء اللي هو بيشتغل فيه هو ما عندوش وقت ان هو يحضر فيه وجبات لنفسه، او ما عندوش وقت طويل ان هو يقعد ياكل ويسيب العيانين بتوعه. ففي الحالة دي الواي بروتين او الواي شيك حاجة ممتازة تساعده في الدايت وتساعده ان هو يحافظ على كمية الماسلز اللي موجودة في جسمه. مش بس كده، الدراسات كمان اثبتت ان نسبة البروتين في الدايت لما بتكون عالية دي بتقلل هرمون الجارلين اللي هو الهرمون المسؤول عن الجوع، تمام، فاحساسك بالجوع على مدار اليوم بيقل، فبيخليك على مدار اليوم تاكل less calories، فده برضو بيساعدك ان انت تمنتين الدايت بتاعك وتمشي على الكالوريك ديفيسيت اللي انت ماشي عليه. طب تمام، انا كده فهمت اللي انت بتقوله. اخد بقى من البروتين باودر بتاعي دي نسبة قد ايه عشان اقدر احافظ على نسبة المسلز اللي موجودة واقدر اقلل هرمون الجارين اللي انت قلت عليه ده؟ في دراسة لطيفة اتكلمت عن النقطة دي بالذات، حسبها لكم برضو في الديسكريبشن تبصوا عليها، اتعملت على الناس اللي بتاخد 20 جرام في اليوم و40 جرام و80 جرام في اليوم، كلهم ان افريج اثبتوا ان هي بتقلل نسبة الاحساس بالجوع حوالي نسبة 50%. فبالتالي انت ال 20 جرام بالنسبة لك ممكن تكون كافية جدا. النقطة التالتة والاخيرة، الخرافات اللي حوالين البروتين. اول خرافة انا سمعتها وكنت لسه صغير قوي، البروتين ده بيجيب عقم، ابعد عنه. انا مش عارف ايه المعلومة الطبية او العلمية اللي ورا حاجة زي كده، بس بصراحة انا ما حاولتش ادور ليها على ريفرنس، لان المعلومة بالنسبة لك مش منطقية تماما. النقطة التانية، البروتين بيبوظ الكلى. طيب خلينا كده نتكلم عن حاجة، نتكلم عن شخص الكلى عنده اصلا سليمة، مش شخص عنده مشكلة في الكلى، ما عندوش مشكلة في الفلتريشن بتاع الكلى، لان هو عنده مشكلة في الفلتريشن بتاع الكلى الطبيعي ان هو هيكون تعبان حتى من الحاجات الطبيعية، من الاكل الطبيعي، من الحاجات اللي زي كده، من غير ما ياخد مكملات. الخرافة دي جت منين؟ فكرة ان انت عموما لما بتاكل او بتاخد حاجة فيها بروتين الضغط بتاع الورك لود اللي على الكلى بيعلى بحوالي نسبة 20%، فقال لك ان ده على اللونج ران، على المدى الطويل ده ممكن يبوظ لك الكلى بتاعتك. هي الفكرة جاية من هنا. في دراسة انا لقيتها وحطها لكم في الديسكريبشن بتتكلم عن التأثير المباشر عن البروتين على الكلى، والدراسة نفت تماما ان البروتين يكون ليه اي اثر سلبي على الكلى، فهل طبعا ان الكلى سليمة، لان الكلى نفسها ادابتف اورجن، يعني اورجن عنده او عضو عنده قدرة على التكيف عالية، بمعنى ان انت النهاردة اكلت وجبة مثلا فيها 50 جرام بروتين، الكلى هتشتغل وهتعمل لك الفلتريشن تمام. بكرة اكلت وجبة تانية فيها 100 جرام بروتين برضو هتشتغل وهتعمل لك الفلتريشن ده مع انك زودت الكمية ضعف،
طب كلت 250 برضه هتشتغل وهتعمل لك الموضوع ده. فهي الفكره في الادابتيشن بتاع الكلى، ربنا خلقها لنا كده سبحان الله، انها بتعرف تعمل ادابتيشن على كميه النيوترينتس اللي انت بتدخلها. النقطه الثانيه، البروتين بيوقع الشعر. تعالى كده نفهم الشعر بيقع ازاي. بيقع عن طريقين، العامل الوراثي اللي هو جيناتيكلي، النقطه الثانيه اللي هو ما يكون التستوستيرون عالي فبالتالي الدي اتش تي عالي. تمام، جيناتيكلي دي حاجه مش هنقدر نتدخل فيها. طيب موضوع التستوستيرون اللي هو عالي او هرمون الذكوره ان هو عالي في جسمك، ادورت على دراسه تشوف هل في تاثير مباشر ما بين البروتين وتساقط الشعر بوجه عام او بوجه خاص ما بين الواي بروتين وتساقط الشعر، ما لقيتش. فبالتالي دورت على دراسه تانية ما بين الواي بروتين او البروتين وتاثيره على الهرمونز بوجه عام اللي هو هرمون التستوستيرون. تمام، وفي دراسه فعلا لقيتها، والهرمون ده او سوري الواي بروتين ده ملوش تاثير مباشر على الهرمون، مش بيعلي الهرمون، فبالتالي ملوش اي دخل في تساقط الشعر. النقطه الثالثه، البروتين بيزود من حبوب الشباب. طيب تعالوا نفهم بس كده برضو سريعا حبوب الشباب دي بتتكون ازاي اصلا. تمام، في حاجه تحت الجلد اسمها السبيشس جلاند. السبيشس جلاند دي بتطلع حاجه اسمها سيبم، حاجه زي زيت بتتحط على البشره عشان تنعم البشره. في بعض الاحيان السيبم اللي يطلع ده بيتكون في حته معينه كده، فبيعمل لك الراس البيضاء اللي هي بعد شويه بتبقى حبوب الشباب لما بتلتهب وبتعمل الشكل ده كله. طيب ده فكره تكونها باختصار كده. الجلاند اللي انا بتكلم عليها دي ايه اللي بيأثر على نشاطها؟ الهرمونز. طيب ايه الهرمونز اللي بتأثر عليها؟ التستوستيرون، الدي اتش تي، وحاجه اسمها الاي جي اف او الانسولين لايك جروث فاكتور. دول الهرمونز اللي بيأثروا عليها. النقطة اللي فاتت اتكلمنا ان البروتين ما بيأثرش اصلا على التستوستيرون ولا على الدي اتش تي. طيب هل البروتين بيأثر على الاي جي اف مباشرة كده؟ لا، البروتين ما بيأثرش على الاي جي اف، بس برضو انا لقيت دراسة بتتكلم عن تأثير منتجات الالبان بوجه عام على الاي جي اف، انها ممكن تعليه، فبالتالي ممكن تزود من حالات حبوب الشباب. ده ناتج من منتجات الالبان عموما، يعني انت ممكن ما تكونش بتشرب واي بروتين او بتاخد، ممكن تكون بتشرب لبن عادي، فممكن اللبن في بعض الاحيان في درجه معينه من الالتهاب ممكن يزودها لك. تمام، طيب حل موضوع حاجه زي كده ايه؟ انت ممكن تاخد نوع تاني من البروتين، ممكن تجرب الايك بروتين، ممكن تاكل لحوم او تاكل فراخ. تمام، يعني ده حلها موجود لو انت عندك الكيس دي. وطبعا طبعا في حاله زي كده لازم تكون بتستشير طبيب متخصص في حاجه زي كده. دي النقط اللي انا لقيتها، لو انت عندك اي نقط تانية عن الخرافات اللي سمعناها على البروتين ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتس. ده كل اللي اتكلمنا عليه عن البروتين النهارده. النقطتين اللي انا قلت لكم مش هتكلم عنهم لانهم هيطولوا الفيديو جدا. النقطه الاولانيه البروتين المخشوش، لان في انواع من بروتين الواي بروتين بتبقى مخشوشه. تمام، ودي عايزه فيديو لوحدها لان الموضوع طويل وبيتكلم عن حاجه اسمها الامينو سبايكنج في البروتين وقصه طويله. النقطه الثانيه عشان في ناس كتير سالتني عليها، هي البروتين الخام. ماشي، برضو الموضوع لقيت فيه شرح كتير ولقيت فيه تفاصيل كتير، فدي برضو هبقى اعملها لكم لوحدها في فيديو منفصل. لو في اي نقطه ثانيه عايزنا نتكلم عليها بالنسبه للبروتين او اي مكمل ثاني ممكن تكتبها لي في الكومنتس تحت، حمزه ارد عليك. ممكن تكتب لي في الكومنتس برضو بالنسبه للمواضيع اللي جايه عايزين نتكلم عن ايه. ميرسي جدا ليكم ان انتوا اتفرجتم على الفيديو، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.